أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا نتحدث في فواتح سورة الإسراء، وبالذات في موضوع النبوءة. أي نبوءة؟ النبوءة التي نزلت في التوراة تقول لبني إسرائيل، اللي وقتها ما فيش كان فرق بين بني إسرائيل ويهود، باعتبار أنه موسى عليه السلام جاء لبني إسرائيل فقط، وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فالنبوءة موجودة في التوراة، طب ليش تنزل في القرآن؟ قلنا أنه يبدو أنه لا تزال عاملة النبوءة، مرة قبل الإسلام وحصلت، وتحدثنا عن المرة اللي كانت قبل الإسلام واللي بتم فيها جوس، والجوس اللي هو كثرة التردد، وقلنا إنه بمعنى حاس، ولكن بزيد على قضية معنى الحوس اللي هو فيه استقصاء وبحث وتقصي وتجسس. وفي المرة الماضية إذا بتلاحظوا بدأنا نتكلم عن عناصر الدولة الثانية، عناصر الدولة الثانية. ايش بنستفيد؟ انه لما يتم تحديد عناصر الدولة الثانية بنعرفها. ثم انه القرآن الكريم لما يختصر في القضية في المرة الاولى بآية واحدة، اللي هو فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم يفصل في المرة الثانية اللي سماها الأخيرة، دليل على أنه مرتين، أولى وأخيرة، مش أولى وثانية واحتمالات ثالثة، أولى وأخيرة. ثم يذكر وعد الآخرة مرتين، في بداية السورة وفي نهاية السورة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. ولم يرد وعد الآخرة في القرآن إلا هون في المرتين هذول، فلا يجوز تفسير وعد الآخرة في آخر السورة بتفسير خلاف وعد الآخرة في بداية السورة، وخصوصا أنه الكلام عن بني إسرائيل في البداية، ثم يقول فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا إلى آخره، ثم الكلام عن بني إسرائيل فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، فيش غيرهم في القرآن وعد الآخرة. إذا بدنا نفسر وعد الآخرة الأخير هو نفسه. طيب عجيب أنه يكرر ذكر الوعد، لأنه هذا الوعد في الأول ذكر بالتفصيل وحدد عناصر الدولة الثانية في الأرض المقدسة، وفي الثانية أعطى بإجمال، يعني اختصر في آخر السورة، دليل على أنه ما بين الأولى والذكر الأولى والذكر في الأخير ما بينهم له علاقة، يعني سورة الإسراء نفسها، فلا بد من تدبرها لمعرفة الحكمة، أنه تم تكرار وعد الآخرة في أولا في بداية السورة وفي آخرها. طيب الخطاب إذن موجه لبني إسرائيل، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. خلصنا. ثم قلنا ثم هي أخذت وقت، رد العناصر، عناصر قيام الدولة الثانية. رددنا لكم الكرة عليهم، نرد لكم يا بني إسرائيل الدولة والكرة على من أزال الأولى، وهذا لم يحصل في التاريخ، ولا بيستطيع أحد يأتي بحادثة تاريخية ردت لليهود الكرة على من أزال الدولة الأولى إلا على العرب في 48، مش غيرها في التاريخ كله، وأي محاولات كلها باطل. يعني اللي قالوا الرومان تيتوس وقالوا هيدريان، ما طب لم ترد الكرة لليهود على الرومان أصلا، ما ردتش. ثم رددنا لكم الكرة، خلينا جيد الكرة هون نعرف إيش كرة. الكرة فيها معنى العودة إلى هون بالذات، فيها العودة إلى المكان نفسه، لأنها متعلقة وين القضية؟ في فلسطين هون. إذن الكرة شو معناها؟ هي الرجعة. إلى أين الرجعة؟ إلى المكان اللي كنت فيه، مش بالضبط ممكن، ولكن بيشبهه،
بس معناته شو معناته؟ ما قالش ثم رددنا لكم الدولة عليهم، يعني الدولة اللي هي يعني السيطرة والسلطان، وإنما رددنا لكم الكرة، يعني الرجعة إلى المكان اللي حصلت فيه الأولى، إلى المكان اللي حصلت فيه الأولى بتكون هذه الثانية إلكم، رددنا لكم لكم أنتوا الكرة. إذن في الرجعة لما بيرجعوا هم لفلسطين وبقيموا دولة بيكون ردت لهم الكرة على مين؟ على من أزال الدولة الأولى. في المكان نفسه وين ترد الكرة؟ في المكان نفسه، لأنه شو معنى الكرة؟ الرجوع إلى المكان نفسه. كيف لما طلبوا بطلبوا يوم القيامة لو أن لنا كرة، شو معنى تكرة بقصدهم؟ رجع إلى الدنيا، إذا بدهم يرجعوا إلى المكان نفسه اللي هو إيش؟ الدنيا. بدهم يرجعوا إلى المكان نفسه اللي هو الدنيا. ولذلك سمي التكرار تكرار، لأنك وكأنك بترجع لنفس الشيء. لما نقول بكرر الفعل بيرجع للفعل نفسه. طب هو نفس الفعل؟ لا، مثله بالضبط. نفسه؟ لا، هو مثله بالضبط. لذلك انتبهنا لموضوع كلمة كرة. كرة إذن في إذن المسألة متعلقة بالدولة هنا في فلسطين، لأنه الرجعة إلى المكان نفسه. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، هاي نرد لكم الكرة يا بني إسرائيل على من أزال الدولة الأولى، هاي العنصر الأول. وأمددناكم بأموال، وهي يمكن الكلام فيها عن كيف قامت إسرائيل وكيف مدت بالأموال ولا تزال أصلا هي قائمة ومستمرة بالمدد اللي جاي من وين؟ من دول غربية. وأمددكم أموال وبنين، وتحدثنا عن هاي لحظة العنصر الثالث، بنين، ما قالش أولاد لأنهم مطلوب إنهم يأتوا ليقاتلوا ويقيموا الدولة هم، بنين بنين يعني اللي بدهم يقيموا الدولة. وتحدثنا عن هذا وذكرنا مسألة اللي هو كتاب ضحايا المحرقة يتهمون، كيف إنه الحاخامات اتهموا مين؟ الحاخامات اتهموا الوكالة اليهودية بأنها رفضت أن تدفع 50,000 دولار مقابل إنقاذ 30,000 يهودي من المحرقة هتلر وأعدموا. قلنا هذا الكلام وفصلنا، هذا كلام حخامات. وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة. احنا قلنا النفير ايش هو؟ اللي بنفروا لأرض المعركة. اذا مش ما جعلناكم أكثر عددا، لأنه العرب عددهم أكثر. العجيب انه العرب عددهم أكثر بكثير، لكن اللي كان ينفر في أرض المعركة ايش؟ اليهود دائما أكثر. الى درجة قلنا لكم انه لما العرب جمعوا من 20 إلى 25 ألف مقاتل كان اليهود 67 ألف مقاتل هون في فلسطين أكثر. جيد نتوقف عند نفير برضو من ناحية المعنى. إيش يعني هو النفير؟ لغة. أنتم ما بتلاحظوا برضو إنه إحنا نستخدم كلمة أحيانا نفور، واستخدمها القرآن ولا ما استخدمهاش كلمة نفور؟ نفورة شيك، هاي نفور ونفير. إذا شو هو النفر طبعا؟ ولولا نفر من كل، كيف؟ في كمان ولولا نفر من كل طائفة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. النفور. النفر. النفر فيه عدة معاني. المعنى الأول أول شيء البعد هيك والتجافي، وفيه معنى الانزعاج كمان. النفر. ولا إيش هو النفور؟ انت لما الواحد ينزعج من واحد شو بنعمل؟ نبعد عنه من نجافيه، ننفر منه، مش هيك؟ وفي نفور عن وفي نفور الى، في نفور عن وفي نفور الى. معناته اللي نفر عن هذا، هذا كرهه وانزعج منه وابتعد وجافى، هذا نفر عنه. طب واذا نفر اله؟ اذا نفر اله معناته في اتجاهه. طب كيف بينفر في اتجاهه وهو أصلا فيه معنى الانزعاج؟ كيف فيه معنى الانزعاج؟ لأنه موضوع على فكرة الجيوش وحشدها وإقدامها كله بيكون في حالة من إيش؟ اضطراب وانزعاج. وحتى من داخل الإنسان هذا اللي الشيء اللي بتلاقى مش مع فطرته. يعني الناس حتى الجنود اللي قد ما يكونوا بواسل وهم بيقاتلوا في أرض المعركة بيكونوا يعني منزعجين ولا مرتاحين؟
منزعجين، ما هو أصلا كره لكم، مش كتب عليكم القتال، وهو إذا النفس البشرية بتكرهه. فممكن يبدو سمي لأنه برضو النفير فيه مغادرة الأهل، وفيه مغادرة الديار لما كانوا بينفروا للحرب، فيه مغادرة الديار، وهذا إشي مزعج. فكله على فكرة فيه معنى الإزعاج والانزعاج، وفيه معنى الحركة اللي فيها إيش؟ عدم ارتياح، عدم الحركة فيها عدم ارتياح. فأنت ممكن تنفر من، معناته أنت يعني مش عاجبك وانزعجت وابتعدت، ممكن تنفر إلى، تقبل صحيح بس مش إقبال المحب، مش إقبال المحب، إقبال المنزعج المضطرب اللي. فلذلك سمي الجيوش التي تخرج لأرض المعركة نفير، نفير. الآن الآن صارت العناصر. نرد لكم يا بني إسرائيل الكرة على الكرة، لازم ترجعوا نفس المحل، على من أزال الدولة الأولى، نمدكم بالمال، البنين، نجعلكم أكثر نفيرا. ظل عنصرين، هذول عنصرين وين موجودات؟ وقلنا من بعده، يعني من بعد فرعون، هذا في آخر السورة على فكرة، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، تذكروا شرحناها سابقا، اسكنوا الأرض. طب ما بتلاحظوا الآن سكنهم هي بداية وجودهم اللي بده ينشأ عنه فيما بعد الفساد، إيش الأول لما قال لهم اسكنوا بعد فرعون، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. طيب هاي سكنوا، هذه السكنة اللي حصلت هي اللي فيما بعد، طبعا فيما بعد فيما بعد فيما بعد حصلت الإفسادة الأولى. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم، معناته هم بين الأولى والثانية وين بكونوا؟ في الداخل ولا في الخارج؟ في الخارج. إذن العنصر الخامس نجمعكم من الشتات، العنصر الخامس منين أخذناها؟ جئنا بكم. إذن قلنا من بعده، يعني بعد فرعون، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، لأنه بداية سكناهم الأرض المقدسة بعد قصتهم في مصر وخروجهم، وأصلا موسى عليه السلام أخرجهم من أجل الإتيان فيهم إلى الأرض المقدسة إذا بتذكروا، ولما قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، وكيف أنهم هم جبنوا، وفيما بعد طبعا دخلوها مع يوشع بن نون بعد وفاة موسى عليه السلام في حدود 1187 قبل الميلاد، دخلوها ثم سكنوا فيها، والسكون فيه معنى استقرار، بشكل استقرار خلاص واطمئنان وصاروا موجودين. بعدين اتطورت الأمور وحصلت الفساد الأول اللي قلنا عنه كيف انتهى. فإذا جاء وعد الآخرة، أني آخرة، فيش مجال نفسرها إلا الوعد المذكور في بداية السورة، لأنه قلنا ما فيش في القرآن الكريم وعد الآخرة إلا هذول التنتين في بداية السورة في نهاية، والكلام عن بني إسرائيل، وكمان في لاحظوا كم كلمة، فإذا جاء وعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة، هيك؟ فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم. إذن اسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي الثانية والأخيرة جئنا بكم. جئنا بكم وين يكونوا؟ وين يكونوا معناته؟ في الشتات، هذا العنصر الخامس، نجمعكم من الشتات، جئنا بكم لفيفة. وهون بدي أذكركم، واللي بده يكتمل اللي بده يتبع على الحلقات اللي متعلقة بسورة الإسراء ممكن يكملها، في سبق أعطينا درس هون تحت عنوان موجود في اليوتيوب وعد الآخرة، وعد الآخرة كان في حديث مطول في تفسير هذه وعد الآخرة. وقلنا في حينها إذا بتذكروا إنه شو معنى اللفيف، وحتى نقرب صورة معنى اللفيف، شو هو اللفيف؟ لاحظوا، قلنا انت مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى وجنات الفافة، ايش الجنات الالفاف؟ بتكون شجر اغصانه متشابكة وملتف بعضها على بعض، فانت لما بتطلع على اغصانه على الشجر كلها ايش؟ اشي واحد، لكن لما بتطلع على الاصول اصولها
مختلفة. يعني هذه شجرة، هذه أصل، هذا جذع، هذا جذع، هذا جذع، هذا جذع، هذا جذع، لكن كلها في النهاية إيش؟ مش بس ملتقية وملتف على بعضها. فأصبح اللفيف بيعني أمرين. الأمر الأول، الناس الذين ينتمون إلى أصول شتى. شفتوا كيف الجنات الألفاف فوق إيش؟ ملتف بعض على بعض، لكن تحت إيش؟ كل شجرة لحال. إذن لاحظوا، إشي أصوله مختلفة، إشي متجمع 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 أصوله مختلفة. إذن بتكون أصولكم مختلفة. أوضح كمان في معنى لفيف، ثم اجتماعكم اجتماع ملتوي. يعني اجتماعهم ملفق، فيه التواء وفيه لف ودوران، مش هيك؟ لأن الجنات الألفاف كيف بتكون؟ مش بس أصول مختلفة، واجتماع فيه التواء. العنصر السادس إذن، لاحظوا، نجمعكم من الشتات، هاي خمسة، وعندما نجمعكم من الشتات تكونون أولا تنتمون إلى أصول شتى. اليهود على فكرة 70 قومية بتكلموا 90 لغة، هذا إحصائية قديمة، هاي بعرفش بجوزها كانت تختلف كمان أكثر وأكثر. كم من قومية؟ 70 قومية. شوفوا التلفيق، تلفيق هاللفلفة، مش هيك؟ اجتماع ملتوي، هذول 70 لغة، عفوا 70 قومية بتكلموا 90 لغة، 90 لغة. عندما نجمعكم من الشتات يكون انتماءكم لأصول شتى، وهو اجتماع ملفق ملتوي. إذا بتلاحظوا بينطبق تماما هذا العناصر الستة على إسرائيل اللي قامت، هاي عرفها، تم تعريفها، بالتالي أصبحت واضحة. فإذا بدك تضيف عنصر سابع، شو هو يعني؟ شو هو العنصر السابع اللي ممكن نضيفه زي ما بنعرف إسرائيل وكيف اجتمعت، كيف اجتمعت؟ طب ليش على فكرة هنا قال إنه نجمعكم من الشتات، وعندما نجمعكم من الشتات تكونون تنتمون إلى أصول شتى؟ ليش؟ حتى يبين إنه في المرة الأولى بيكونوا كلهم أصل واحد، بنتموا لمين؟ لإسرائيل عليه السلام في أصولهم. وهو أصلك، يعني أصلك ولو كان أصلك طيب، يعني بيغني عنك، بيغني عنك أصلك الطيب إذا ما اتبعتش بإحسان، إذا ما اتبعتش بإحسان بيغني. طب ما هو كلنا من آدم وآدم نبي، هاي أصولنا طيبة ما شاء الله، وكلنا من نوح ونوح رسول، هاي كمان أصولنا طيبة. أنو أبوه مش رسول فيكم؟ يعني لو طلب منك تقسم إن أبوك رسول، تقسم ولا بتقسمش؟ بقسم. وكمان نبي، اللي هو آدم نبي ونوح رسول، والناس بتفتخر على بعضها بإيش يا أخوي؟ أنو أبوه مش رسول وأنو أبوه مش نبي؟ ما هو كل رسول بيكون نبي، كلنا يعني. إيش بيعني يعني؟ إيش بيعني؟ إيش بيعني؟ إيش بيعني؟ هو يعني نوح ما كانلوش ابن شاذ إلى آخره. في ناس بدهم يتمسكوا يا أخوي بالأصول، قال يعني قال أصله طيب، طب هو مش طيب، هو خبيث. إيش يعني؟ يعني هو خبيث بصفي أصل أصل خبيث لمين؟ للأجيال القادمة، والأجيال القادمة ممكن تكون طيبة أصلها خبيث. يعني الواحد فينا إحنا بمش تأخذنيش، لو حد هذول الناس بيفتخروا بالآباء، لكن قال لك احنا، انا انت احنا مين انت؟ هذول بيفتخروا في الاباء. في ظني لو انه كل واحد فينا احنا، كل واحد فينا احنا، الله سبحانه وتعالى يخليه يشوف سلسلة ابائه من ادم للان، وهو يتفرج على المسلسل ابائه، ابائك من هون لادم، بتبقى مرات مبسوط ومرات منقبض، مرات مبسوط مرات منقبض. ليش؟ ممكن تجد في عصر من العصور ابوك ملك، بعدين ابوك قاطع طريق، صعلوك من الصعاليك،
لانه ياما ملوك خلفوا صعاليك وياما صعاليك خلفوا ملوك. ها وكان بيلاقي ابوه في صالح من الصالحين في مرحلة من المراحل هاي بتنبسط، ثم تجدوا ايش من كبار القتلة ثم كذا ثم كذا ثم يعني انه يعني اللي عنده الملف كامل من هون لآدم انه كله تمام الرسول بس. فلما قال خيار من خيار من خيار هو الرسول ممكن يعني، بس كان فيهم مشركين يعني، هو ابو عبد المطلب مش مشرك وليش عبد الله مش مشرك، بس طيبين في الاخلاق والقيم، ما هو يعني فيه. طيب جئنا بكم لفيفة. اذا في فرق بين الاولى والثانية. ايش الفرق؟ في الاولى بتكونوا منتمين لاصل واحد، في الثانية والاخيرة منتمين لاصول شتى. اذا معناته صفة الان مش بني اسرائيل، صفة بني اسرائيل ويهودية الان مجتمعين مع بعض. اليهود اليوم فيهم بني اسرائيل، فيهم علماء بيسموهم الاجناس، علماء الاجناس بيقولوا المعاصرين بيقولوا 19 يهود العالم لا علاقة لهم ببني اسرائيل، معناته في عشر 19 يهود العالم لا علاقة لهم ببني اسرائيل، يعني بيظل موجود بني اسرائيل في الموضوع ولا بيظلش؟ وكل من يلحق بهم في عقيدتهم ايش منهم، ومش بس هيك وسموا هذه الدولة اسرائيل، مشان اذا ما كانش ابن اسرائيل الاول يعقوب فهو ابن اسرائيل شو الدولة اليوم؟ ابن اسرائيل الدولة ولا لا؟ بكون مش بقولوا ابن الاردن وابن فلسطين وابن مصر وهذول ابن مين؟ ابن اسرائيل. اسرائيل ابوهم الاصلي، في من الاب الاصلي وفي ابو ابن اسرائيل الدولة، يعني برضو هاي فيها فكرة شيء غيبي انهم سموا اسرائيل. طب ليش ما سميته يهوذا مثلا؟ ما هو اكبر ابناء يعقوب اسمه يهوذا. ممكن كلك سمينا على اسم الاب اللي هو، مش كان في دولتين، دولة اسرائيل ودولة يهوذا، هم سموا على اسم دولة اسرائيل. نجمعكم من الشتات، وعندما نجمعكم من الشتات بتكونوا منتمين لاصول شتى. فما يجوش يقولوا بعض الناس اليوم ايه، طب ما هو بيقول قضينا الى بني اسرائيل انكم راح تفسدوا، هو لازم يعني كل بني اسرائيل يفسدوا؟ ما هم فيهم صالحين، بني اسرائيل فيهم صالحين، بده جزء منهم يفسد ومن يلحق بهم من اليهود اللي زيهم. فلذلك لا يزال في بني اسرائيل. واصلا اللي اجوا الان، اللي اجوا لعلمكم الان، على فكرة الان اليهود مزعوجين من قضية مهمة تعرفوها اللي هي الهجرة المضادة. اليوم الايام هاي بيكتبوا عن الهجرة المضادة، بيهاجروا اليهود، مين بيبقى في الاخير وبيصطدم؟ فهاي قضية انه مين من بني اسرائيل، هم غالبا على فكرة اللي ممكن يكونوا من بني اسرائيل اللي هم بيسموهم اليهود الشرقيين في الغالب، لانه الغربيين نتحدث شوي اكثرهم ما لهمش علاقة ببني اسرائيل الغربيين، واذا كل يعني المسألة يبدو بتتغربل وفي كثير من اليهود مش يعني رافضين يجوا اصلا، والان عم بيهاجروا، وهالايام هاي عم بكتبوا اليهود بالحاح في هذه المسألة، المشكلة اللي بتواجههم موضوع الهجرة المضادة اللي بتصير قاعدة. وليش طبعا في هجرة مضادة والتفاصيل هذه عشان مش موضوعنا في التفسير الان. طيب فاذا موجود بينهم بني اسرائيل موجود، وهون خلينا نتوقف شوية. اولا هم بدرسوا في المدارس في المناهج اللي هم بوضعوها انه في نسل 10 اسباط ضاعوا، سموها الاسباط الضائعة. قديش 10 اللي هي دولة ايش؟ دولة اسرائيل الشمالية. مش قلنا لما جوا الاشوريين اخذوا قتلوا ذبحوا وبعدين اخذوا معهم الشعب كله، هذا الشعب كله ما رجعش، قديش هو؟ اكم سبط؟ 10 اسباط. خلاص وين راحوا؟ شرق. طيب ما هو من هون لاقصى الشرق لحد ما نوصل الصين، لانه الصين اشكالهم مختلفة واضحة مش هم كله مسلمين،
كلهم مسلمين، معناته صف عشرة أصباط إيش؟ مسلمين، عشرة أصباط مسلمين كله راح شرق، إلا إذا في شوي ضايع في الهند عند عند الهندوس، بس أكثرهم وين؟ وهم كانوا ضمن سيطرة الأشوريين ثم البابليين فيما بعد إلى آخره، وانساحوا. وهم هم من عدة سنوات بكتبوا إنه العشرة أصباط الضائعة هم قبائل البشتون، أغلبية الأغلبية المسلمة في أفغانستان، البشتون هذول بني إسرائيل، وكتبوا في الصحف وراحت جماعات عندهم وعملوا دراسات. شو قالوا؟ قالوا العجيب، العجيب إنه كثير ناس بطلب يكونوا يهود وإحنا بنرفض، يعني بقصدوا الغربيين هذول، لما قلنا لهم يعني حين يقولوا للبشتون للمسلمين لطالبان، لما قلنا لهم انتوا اصولكم يهودي، قال يعني احنا استنكروا، يعني شعروا بالقرف، فكتبوا في الصحف هون كل ليش هذول يعني بيرفضوه، وفي امم كثيره بتتمنى تصير يهود لانهم بيعرفوش المسلم شو هو. اذا معناته يا محترمين عشرة اصباط من اليهود هذول صاروا مسلمين، خلصنا خلاص، بقي سبطين. السبطين بعد زوال دولة يهوذا، الدولة الجنوبية اللي قلنا عنها، ايضا جاء نبوخذ نصر وشو عمل؟ اخذهم كلهم للمنطقة الفرات هناك. هم بيقولوا في العهد القديم عندهم انه اللي رجع من هذول الناس اللي اخذهم نبوخذ نصر الاقل مش الاكثرية، الاقل من السبطين، معناته هاي اضفنا للعشرة اصباط غالبية نسل السبطين ايضا اسلموا، بقي سبطين، جزء من السبطين لما رجعوا هون وشافوا حالهم اقلية. وقتها اللي رجعهم كورش الفارسي، كورش الفارسي تقريبا وفاة 538 قبل الميلاد، لما رجعهم كورش الفارسي هنا منع ان كلهم دولة لانه احتل المنطقة كلها، كورش فارس امبراطورية هائلة واحتل المنطقة كلها ووصل مصر كورش، رجع اليهود هون واذن لهم بالرجوع ولم يسمح باقامة دولة. اللي رجعوا مشان يكثروا حالهم، مشان يكثروا حالهم بدأوا يهودوا الناس، قبلوا في مبدأ اليهودية يهودوا الناس، فاذا هم بيعترفوا انه اللي رجع من السبطين الثانيات اللي اخذهن نبوخذ نصر رجع الاقل، وانهم مشان يكثروا نفسهم بدأوا يهودوا اهل البلاد من غير بني اسرائيل مشان يكثروا حالهم. طيب هودوهم لحد اليوم، لحد اليوم في ناس بتتحول من اليهودية للمسيحية وللاسلام، وفي القرون اللي مضت بديش اذكر عائلات بلاش يتحسسوا، من العائلات الفلسطينية اسمائها معروفة الان، طبعا الاصل ما يتحسسوش، بس مش اما يتحسسوش، في عائلات باسمائها معروفة سواء كانت في نابلس او كانت في الخليل بالدرجة الاولى يهود اسلم، ايش يعني؟ فاذا حتى بقي كمان الاسلام مستمر في اليهود اللي رجعوا وهودوا غيرهم، هذول برضو عبر الأجيال تحولوا الإسلام أو المسيحية. فأكثر بني إسرائيل أكثرية العظمى الآن مسلمين ثم مسيحية وأقل القليل يهود. طب بين اليهود في بني إسرائيل، فيه، إذا بتستمر النبوءة فيهم تستمر، تمام، سواء هم كبني إسرائيل ويهود ومن لحقهم من اليهودية. وسبق لفتنا انتباهكم انه في يوم من الايام في مملكة بسموها مملكة بحر الخزر، هذول الناس الملك فيهم تبنى اليهودية. الان ليش تبنى اليهودية؟ هذا موضوع مش وقته. تبنى اليهودية تقريبا يعني مختلف شوية في بعض التواريخ، بعضهم بيقول من 860 لعند 1016، بعدين تم القضاء على هذه الدولة من قبل القياصرة، في ناس بعضوا تواريخ ثانية. مملكة بحر الخزر اللي يسمى اليوم بحر قزوين، يسمى اليوم بحر قزوين، قامت مملكة الخزر. هذول
كانوا زي قبائل بدوية رحل، كيف المغول والتتر كانوا بدوا رحل وفي النهاية يعني كانوا قوة هائلة، ونفس الشيء هذول الخزر يعني قاموا في مرحلة مراحل بغزوات وغزو أوروبا وغير أوروبا الخزر. المهم في مرحلة من المراحل ملك الخزر تبنى اليهودية وخلى شعبه يتبناها. كل اليهود اللي يسموا اليوم أشكناز هذول ما فيش لهم علاقة بني إسرائيل، هذول الأشكناز بنتموا لإيش؟ منطقة بحر الخزر. يعني بعد ما تم تدمير مملكة بحر الخزر انبثوا في أوروبا الشرقية بالدرجة الأولى، وأصلا يهود أوروبا الشرقية فيما بعد هاجروا لأوروبا وهاجروا أكثرهم لأمريكا. فكثير إذا ما يسمى أشكناز وما يسمى اليوم باليهود الغربيين هذول أصلا منطقة بحر الخزر ما لهم علاقة بني إسرائيل. ولحد اليوم في هم من قسمين تقريبا قسمين، في حخامات إصلاحيين بيأذنوا لأي واحد يتهود وبسجلوه، والحخامات الأرثوذكس أي واحد بده يتهود بدخلوه في برامج طويلة ويا بيقبلوه يا ما بيقبلهوش. يعني بتشددوا هون، بتشددوا في الداخل ما يسمى بإسرائيل، يهود أرثوذكس مسيطرين. في أمريكا اليهود الإصلاحيين أي واحد بده بيعطوه يصير يهودي، يصير يهودي. فهاي قضية الزعم إنه اليهودية عنصر، عنصر إيش؟ ما خلص صارت زي الإسلام والمسيحية. المسيحية فيهم العربي وفيهم الأوروبي وفيهم الأمريكي وفيهم 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 الفلبيني المسيحي، ونفس الشيء اليهودية صفت اليوم. بس فيهم بني إسرائيل قلة، نعم. أكثرية بني إسرائيل وين موجودة؟ فينا. نتحسس يعني انه نكون اصلنا بني اسرائيل؟ لا، ما هو كل البشر ادم، مش قضية. ثم اسرائيل ما هو نبي اصلا، لكن ايش بغني عنك اصلك؟ ايش بغني عنك اصلك اذا ما تتبع باحسان؟ ايش بغني عنك اصلك اذا ما بتتبع باحسان؟ فبالتالي لذلك اليوم هاي قضية انه اليهود امة، هذه اسطورة، امة يعني قومية اسطورة. اما اذا بدهم يقولوا امة تجمعها عقيدة، طب ما أكثرهم ملاحدة؟ ما هو هيرتزل ملحد أصلا، هيرتزل علماني، ولكن هيرتزل اللي هو أبوهم يعني بتقدروا تقولوا هيرتزل هو فقط استغل اليهودية من أجل تجميعهم، هو لكن هو علماني. ثم بون غوريون أول رئيس وزراء مشهور وكان له دور كبير في بناء إسرائيل، بون غوريون علماني، علماني. الأحزاب الدينية شيء والعلمانية شيء. يعني اصلا حزب العمل ما هو اصلا حزب يساري علماني، وحزب الليكود حزب يميني علماني. ايش يعني يهود؟ وبالتالي هم صرحوا انه احنا بنستغل الدين عبين ما نوصل للاهداف، بيوظفوه. عندنا جواسيسنا بقاوموا الدين، مش بوظفوه فينا عقيدتنا، لانه اصلا هم مش جايين يفتقوا فينا ولا جايين ينصرونا. جواسيسنا اللي على العروش قاعدة، ولا انتم بتظنوا انه كيف ممكن نفسرها بدون ما يكونوا جواسيس؟ اللي بصير في الامة كلها، الامة بتتراجع واهدار الاموال واللصوصية والتفاصيل، كيف بيحصل هذا؟ طب في دكتاتوريات في القديم كانت تكون دكتاتوريات بمعنى الكلمة ولكن مخلصة لشعوبها، دكتاتوريات مخلصة تبني. هذول دكتاتوريات وفهمنا وبيهدموا الله خرب بيتهم. مين هذول؟ مين هذول؟ مش هيك؟ الغالبية العظمى من بني إسرائيل أصبحوا عرب ومسلمين. ما هو شو العرب؟ بالنهاية بتصفي العرب اللسان، لأنه ليست العربية من أحدكم بأب ولا أم، إنما هي اللسان في النهاية. ولا أنت بتظنوا أنه كلكم عرب؟ ما في منكم بربر، وفي منكم كذا من جايين من مصر قديمة، في كم عائلة كثير أسماء أصلا مصريين من المصريين القدماء قبل ما يكونوا المصريين عرب. عكلنا الفراعنة أصلا، الفراعنة هم عرب على فكرة. لما ناس درسوا قصة الفراعنة، حتى الفراعنة عرب، بلاش الآن أخوض. بس المهم فينا إحنا ما بتلاحظوش أصلا كثير من أمياتكم بيكون صليبيات من اللي تم أسرهن او اسلمن هون، واباء كمان صليبيين. وروحوا على منطقة الخليل وفروا على الكرة بتشوفوا الصليبيين موجودين. مش هيك؟
أشكال. في صليبيين كثير أسلموا في من اللي ظلوا في البلاد هون واقتنعوا بالإسلام، ما هي 200 سنة قعدوا في المنطقة كلها أكثر. المهم ها، فإيش يعني عرب ومش عرب؟ إيش يعني عرب ومش عرب؟ لذلك أكثر الناس مخلوطة، إحنا مخلوطة إحنا. بس إيش يعني؟ إيش يعني؟ في النهاية لما صار لساننا عربي وديننا الدين بيجمع، وهو أصلا دين الإسلام جاء للبشرية كلها ليجمع البشرية كلها والعربية. وإحنا سبق على فكرة جيد نلفت انتباهكم هون لقضية، بس نأخذ قضية واحدة، إنه إحنا سبق تحدثنا في موضوع اللغة العربية. الآن بدأ يكون في قناعة على مستوى الدراسات في العالم، في العالم الغربي، إنه أم اللغات كلها العربية. الآن بدأ يثبت هالكلام، أم اللغات كلها العربية. وكما ذكر مختص موجود في جامعة لندن بقول بكونوا كاتبين في 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 علم الآن عندهم اسمه علم اللغة الأم، يعني بمعنى اللغة الأم، هم بيقولوا علم اللغة الكوني بقصدوا الأم. فبقول كاتبين في هذه الأقسام، قسم اللغة الإنجليزية، قسم اللغة الفرنسية، عند العربي شو كاتبين؟ قسم اللغة الأم. وقضية ثانية بس جيد لأنه مش موضوعنا، بقول الآن مختص بدرس في جامعة لندن بقول الآن البريطانيين لما بدهم يكتبوا الوثائق اللي بدها تروح للمهمة اللي ينقلوها لأجيال بعد زمن طويل بكتبوها بالعربي الآن، لأنهم متأكدين إنه في نهاية القرن هذا بيظلش إلا 3 لغات. والمختص هذا بيقول لا، بيظلش إلا لغة، اللغة العربية في نهاية القرن اللي احنا فيه، بس اللغة العربية. لذلك بقول الآن في بريطانيا الوثائق الهامة بيكتبوها بإيش؟ باللغة العربية. ليش؟ بقول لك الإنجليزية معروف يعني إنه هي بتموت قاعدة، يعني راح تتحول، بحيث الأجيال القادمة مش راح تقدر تقرأ لآبائهم اللي اليوم بيكتبوا. أنتوا اليوم لما بوقف أبو بكر بقول أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، فأمينوا تمام، ولا كلمة فيهن إيش؟ وفيش غيركم في العالم على فكرة بيعرف هذا، فيش غيركم بقدر يرجع 500 سنة ويسمع ويفهم كله كلام معاصر. هذا مفهوم. بس أنو إنجليزي اليوم اللي بيدرس في الجامعات غير المختص باللغة القديمة بيفهم على شكسبير؟ مين؟ فيش بيفهمش على شكسبير. ليش؟ قديش شكسبير كم 100 سنة يعني؟ انتبهتوا؟ انتوا بتفهموا قاعدين على شو اسمه، على عنترة قبل الإسلام. وأغض طرفي إذا بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مخباها أو مأواها، اللي هو مش هيك؟ في إشي صعب يعني في الكلام عنترة؟ في إشي صعب؟ فيش. احنا مش موضوعنا هذا. نرجع الآن للعناصر الستة، شفناها تمام. طيب نكتشف فيما بعد انه الناس اللي بيسألونا بقولوا طب ما هو بقول قضينا الى بني اسرائيل، طب ما بني اسرائيل اللي قضى لهم كانوا يهود لما نزل مش في التوراة. طيب وبعدين اجا قال لك جئنا بكم لفيفة منتمين لأصول شتى، اذا بقصد يهود بالدرجة الاولى صفة. طب وفي بينهم بني اسرائيل؟ اكيد في بينهم بني اسرائيل، اكيد في بينهم بني اسرائيل. وعلى ما يبدو اللي راح يحرر فلسطين من اليهود ابناء اسرائيل. تستبعدوش، اصبحت القضية اليوم ايش؟ قضية غيبية، لانه بني اسرائيل ساكنين من فلسطين حتى افغانستان. كم مليون صاروا؟ تدروش، كلهم مسلمين. انتبهتوا؟ فما يظلوش يقولوا لي بني اسرائيل هم، وانه اسرائيل والوعد ومش وعد، والله اعطى ابراهيم واعطى لمين، هو اعطى لمين. ولذلك انا ذكرت قصة بهمش، خليني اكررها. قديش معنا يا عماد؟ لما كنا في يوم الايام في الانتفاضة الاولى محبوسين في النقب، هاي سبق ذكرت القصة برد اكررها، محبوسين في النقب، وكانت الاقسام في البداية بتجمع لها 200-250-270 في القسم الواحد. كان في يوم من الايام في المهم، طبعا المساجين لهم شاويش. شو شاويش يعني؟ منهم هم بيختاروا مشان يكون هو حلقة الوصل مع مين؟ مع إدارة السجن، مع إدارة السجن.
وكانوا هم بتعرفوا هم كل 40 يوم في عندهم تجنيد إجباري، كل 40 يوم غيروا ما يسمى بالشفت، شفت الجيش هذا اللي بيشرف على السجن، كل 40 يوم بتغير يوم يوم، وإذا مغيرين شفت افهموها، مغيرين شفت اللي بيجي بيكون على صلة مع الشاويش تبع المساجين، واحد حاطط طقية ويقول له لحية. هذا صار يجي بدون ما يعني لا يسلم بوكر طوف وإيرف طوف بشك. نعم نعم، لا يهدي القوم الظالمين. جلف هذا الشاب في الثلاثينات. المهم الشاويش العربي تبع المساجين قال لقائد السجن شوف هذا بده يجي مؤدب، وإلا بنعمل لك مشكلة في السجن، نعمل لك مشكلة. فقال شو بقول قائد السجن، قال ما تأخذوش، هذا ابن نائب كهانة. كهانة مين؟ تبع كاخ اللي انقتل في أمريكا، اللي اليهود كمان طردوه من الكنيسة من كثر ما هو متعصب، مش صوتوا على طرد كاخ. المهم وتم اغتياله أو قتله من قبل واحد مصري في أمريكا، هذا ابن نائب كهانة، يعني اتأخذوش، هذا أبوه من أكبر المتعصبين، ابن نائب كهانة. فقلت شويش هذا معناته خلينا نلعب معاه خلال هالأربعين يوم لعبة، نظام ابن نائب كهانة. اسأل لي اياه، اليهودية دين ولا قومية؟ خلي يعطيك جواب. طبعا مدير السجن أذن نبه عليه وقال يعني صار يجي كل صباح الخير ومساء الخير بالعبري. طيب قلنا له اسألوا، طبعا بيجي على الباب بوقف، سألوا يهودية دين ولا قومية؟ جاوبوا. قلت الممتاز، زلكت على جوابه، اسأل لي يا واحد اثنين ثلاث. سألوا اليوم اللي بعده، اليوم اللي بعده، كل يوم شو كان الجواب؟ نقول له طب نناقشوك. مضت الشغلة أسبوع، زادت على أسبوع ظن شوي، قومية ولا بدين بدنا نفهم، لأنه إن راح في القومية بروح، إن راح في الدين بروح فيها من خلال التوراة نفسها والعهد القديم وهالتفاصيل كلها. ولا بالأخير شو بقول له هذا ابن نائب كهنة، شو بقول له للشويش؟ قال له يا أخي أنا بخصنيش، هذه البلاد إلكم. حتى تعرفوا أن المسألة أسطورة، هاي أسطورة. قال له أنا يا عمي بخصنيش وهذه البلاد إلكم. وبعدين إيش؟ وصار يجي دائما ملزق في الباب، إلى درجة ملزق في الباب، وهالإنسان اللي ابتسامته هالقدة والتعامل اللطيف والآخري، في الأخير انتبهوا له، إلى درجة إنه مرة مدير السجن أجا شده من بعيد وصار يأنف، يعني بتظلك واقف هون ليش؟ بتظلك واقف هون ليش؟ كلها صلبطة ولفلفة. لما بدهم يواجهوا الحقيقة بيعرفوا إنه لا، إنه وعد إبراهيم اللي بيقولوا عنه، طب وينهم بني إسرائيل؟ هاتوا أشوف، حتى نشوف وعد إبراهيم لمين، لو صحيح الوعد لمين هم، مش هيك؟ للأشكناز اللي جايين من ال، فهمتوا ها؟ ما هم إنهم ورطتهم كبيرة، هم ما هو قياداتهم أصلاً مش من بني إسرائيل، تفاصيل طويلة. وأنا يوم من الأيام يعني في بداية الانتفاضة الأولى كانوا يستدعوني كثير، قلت لهم شوفوا أنتوا، كانوا قاعدين قدامي طب ضباط تقريباً ثلاثة أربعة، كله عينين زرق وبيض وعينين زرق، قلت لهم أنتوا بني إسرائيل؟ انا شكلي بسموه الشكل الاسرائيلي واكلكم. واكلكم اللي يحرر فلسطين بني اسرائيل، بني اسرائيل كيف؟ قالوا لي شو كيف؟ انت كلها صلبطة شغلتكم، انتوا بني اسرائيل. وهم طبعا لما تناقشوا ما هو صحيح، صحيح ما هم عارفين، ما هم دارسين، ما هم انتبهت كيف؟ بس ايش؟ مين اللي جابهم هون؟ ومشروع غربي وتلفيقي وتفاصيل ولفلفة، انتبهنا. وبالتالي
لذلك في منهم ناس على فكرة خلاص بغادر البلاد بقول لك صحيح تعال، خصوصا اللي بيقرأ فيهم وبيعرف وبدرس مزبوط، هم بيكذبوا بيكذبوا بيكذبوا. بعدين في كثير في الناس اللي عندها أخلاق وقيم تكتشف انه مش صحيح، وذاك في منهم ترك يترك على هذا الأساس، ما بدوش، عارف صار بيعرف القصة. وإلا يعني ايش احنا من احنا صغار وهم يقولوا لنا 6 مليون يهودي، يعني من قبل 50 سنة كانوا 4 مليون، 4 مليون يهودي من 40 سنة، هلقيت قديش؟ هلقيت قديش؟ لا انت قيم العرب، قيم العرب قديش هم الان؟ يا دوب يوصلوا 6، يا دوب يوصلوا 6 من 50 سنة، 4 مليون بعدهم 6، ما انتوا هجرتوا مليون من الاتحاد السوفيتي لوحده. وين راحوا هدول؟ طب لعلمكم من 1962 للآن قديش فيه؟ 50 سنة. هاي الخمسين، هاي الخمسين سنة، من 50 سنة كانت العراق 4 مليون، هلقيت قديش؟ غير اللي انقتلوا في الحرب، هذول اللي انقتلوا في الحرب معظمهم شباب، شوف قديش ممكن يخلفوا كم مليون، ما هو اللي انقتلوا 0.5 مليون واللي انجرحوا كذا، مش هيك؟ هذول لسا لو بقيوا كان العراق أكثر من 35 مليون الآن كان، تمام؟ هذول بعدهم 6، طب ما كنتوا 4 في الوقت اللي العراق 4، في الوقت اللي العراق 4 وين بروحوا؟ والآن في مشكلة عندهم، مسألة الهجرة المضادة. ليش؟ لأنه فيش أفق. وليش؟ لأنه أصلاً هم في سياساتهم على فكرة، هم اللي خربتهم ماتياسهم سياستهم، إلهم أكم سنة، إلهم أكم سنة وهم بيقولوا بدنا نضرب إيران، بدنا نضرب إيران، وإيران عندها ممكن تضربنا، بدنا نضرب إيران وإيران. طبعا لما بسمع شعبهم هالكلام هذا وبتعرفوا، ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة، يعني هم في شغلات حتى في سياستهم من حيث يدروا أو لا يدروا عم بيخوفوهم، بكون إنهم قصد ثاني وبالتأخير، ومش قادرين يلموهم الآن، مش قادرين يلموهم. لذلك هذا المشروع في النهاية بدوا هم بيشعروا انه مشروع هذا خاسر، خاسر، وبعدين يعني مشكوك في بقائه اصلا، مشكوك في بقائه اصلا. طيب ليفوفيتش يعني كان كمؤرخ وفيلسوف كان عارف انه سياستهم اللي ماشيين فيها راح تؤدي الى انهيارهم الرجل، ولذلك كانوا يشبهوه ببعض انبياء بني اسرائيل القدم اللي كانوا يبشروهم انه انتم اذا بتظلكم على هذا السلوك بصير فيكم واحد تاني. لذلك كانوا يشبهوه اظن بارميا، يسموه نبي الغضب. هذا ليفوفيتش بس مات عمره في التسعينات، مات عمره في التسعينات، كان هذا تقريبا يقول لهم انتم انتهيتوا اصلا اذا بتظلوا على هذا. والله سبحانه وتعالى ميسر لهم قيادات، بتفهمش انت بتظنوا بفهموا عندهم افق، يعني في شغلات هذول اكثرهم صار مصالحهم اللي بتحكمهم، ما فيش اخلاق، يعني مش هذول هم الاباء اللي بنوا، الان بفسدوا على كل المستويات، بفسدوا كشعب وقيادات. وهذه مقدمه الزوال، يبدو خلصنا، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونكمل ان شاء الله. وبارك الله فيكم.